أرحب بكم سادتي من جديد عبر هذا الصباح موجة أم درمان، فقرات متنوعة وموضوع رئيسي للحوار عنوان اليوم كما ذكرنا سابقا المخدرات أداة لقتل الآخر. هو موضوع يعني تم تناوله بشكل كبير، لكن كل ما نعيد هذا الموضوع كلما استفادت الأسر السودانية واستفادت دوائر الاختصاص في إنها تحارب هذه الظاهرة بشقيها المختلفين، ظاهرة الاتجار وظاهرة التعاطي، للوصول لمجتمع معافى من الظواهر المختلفة. المخدرات هي كل ما يؤثر على العقل، وفي النهاية بيصل متعاطي المخدرات للإدمان بشكل تام. وأحيانا المتعاطي يعني تصيبه الهواجس إنه عشان يهرب من المشاكل المختلفة لابد إنه يتناول العقاقير أو المخدرات بأنواع المختلفة، سواء كانت سائلة أو جافة أو عن طريق الشم. كل هذه يعني أشياء سنتحدث عنها، ووفقا لمعطيات المجتمع السوداني مضابط الشرطة وغيرها يعني حافلة بجرائم مختلفة حول هذا الموضوع المخدرات. وكثير يعني لقينا انه فلان قتل فلان لانه هو متعاطي مخدر او هذه الاشياء. داخل الاستوديو يسعدنا ان يكون معنا عبر هذا الصباح عقيد شرطة نجم الدين عبد الرحيم خلف الله، مدير الدائرة الفنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. صباح النور عليك، وتحية لأهل الدائرة الفنية وكل شريحة العاملين في مكافحة المخدرات عبر موجة أم درمان. أهلا وسهلا وأسعد الله صباحكم قناة أم درمان الفضائية، برنامج موجة أم درمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجميع المشاهدين لهم السلام ولهم التحية، مع أمنيات لهم بالصحة والعافية والسلامة. نعم، يعني تحدثنا عن موضوع المخدرات، ومعالجة المواضيع دائما تبدأ بالشراكات مع الأسرة والمجتمع والوسائل الإعلامية المختلفة ودوائر الشرطة بالتأكيد. نبدأ بالعوامل الأسرية والاجتماعية، يعني خلينا نبدأ حديث الصباح كأسرة وأطلينا على أسر بعيد عن عمل الشرطة. العوامل الأسرية اللي بتخلي الشاب يبيع أو يتعاطى المخدرات، تفضل سيادة العقيد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة المخدرات أسباب تعاطيها كثيرة متعددة، يعني يعني في أسباب تعود إلى الشخص نفسه. يعني علماء النفس بيقولوا إنه الناحية النفسية له ذاته والبيولوجية له ذاته. يعني في الأسرة الواحدة ممكن تلقى ابن ممكن يكون يمتاز بخلق جيد، يمتاز بأخلاق حسنة، وشقيقه في نفس البيت ونفس التربية لكن يكون أخلاقه تختلف منه، مش كده؟ موجود في الأسر نعم، هذا في الصنف تباين يعني. بالتأكيد. فتعتمد على حاجة، تعتمد على الشخص نفسه، شخصية الشخص نفسه. العامل الآخر وعامل مهم جدا جدا اللي هو الأسرة. والأسرة لأنها هي دي مؤسسة التربية الأولى بالنسبة للطفل. الطفل لما يولد بيولد في حضن أمه، وبينهل منها الحنان والدفء والحب، وبعد ذلك كل المهارات لحياته. كل ما هو يتدرج يوم بعد يوم، هو الناس بتلاحظ انه الطفل يعني بياخذ من امه من ابوه من اسرته المهارات اللي ممكن هو بعد ذلك يعني يخرج بها الى الحياه، انسان سليم، انسان يضيف الى المجتمع وكذا، او يطلع انسان خصم عن المجتمع وانسان سلبي. يعني فحسب المهارات الاسريه اللي بيتلقاها من والدينه. نعم. في الفترة دي مهمة جدا، لأن هي دي مؤسسة التربية الوحيدة له كده. يعني مؤسسة التربية الوحيدة ما في غيره، مش كده؟ الطفل عمره يوم يومين وسنة وسنتين لغاية ما هو يلتحق بحاجة اسمها التعليم المبكر اللي هي التمهيدي ولا كده، هو الروضة. لغاية الوقت ده هو بكون مؤسسة التربية الوحيدة هي الأسرة بالنسبة له، أمه وأبوه دول هم اللي بيربوه، هم اللي بياخذ منهم كل مهاراته الحياتية اللي بيتعامل بها مع الناس وكده.
يأتي التأثير الآخر بعد ما هو يدخل إلى عالم المدرسة، نعم. اللي هو التعليم المبكر اللي قلنا الروضة والمدرسة والجامعة وكذا. بعد في مؤسسة تربية أخرى، مؤسسة التربية الأخرى اللي هي المدارس بما فيها من رفاق. هؤلاء الرفاق فيهم رفاق السوء، فيهم رفاق الصالحين، كده كله موجود يعني، بالإضافة للمعلمين وأسلوب التربية داخل المدرسة وأسلوب تنمية المهارات الحياتية للإنسان للطفل والحياة والاجتماعية له يعني. التأثير في هذه الفترة تأثير المجتمع، لأنه هو خرج من الأسرة أيضا إلى الشارع. الشارع فيه رفاق الأرض أيضا رفاق السوء، فيه رفاق الصالحين. تأثير المجتمع برضو كبير وخطير. يبقى الأسرة بعد هنا يبدأ التأثير بتاعه بيقل. اشترك آخرون في هذه التربية، المجتمع، المدرسة دخلت في التربية، فتصبح هذا المثلث هو بعد مؤسسة التربية للطفل أو للشاب. جميل. التأثير الآتي البيئتي وين بعد يحصل التغير، لما بعد لما الطفل يتحول بعد من مرحلة من مرحلة الطفولة إلى المراهقة. المراهقة، نعم. لقي في حتة المراهقة سعادة العقيد نجم الدين عبد الرحيم خلف الله، وعندنا هاتف عبر هذا الصباح. نرحب بأول متصل عبر هذا العنوان: المخدرات أداة لقتل الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير عليك يا أستاذة وتحية عمرك لضيفنا الكريم. مرحب بك، صباح النور عبد الجليل. الله يسلمكم. اليوم أنتم تتكلموا عن الأضرار والآثار بتاعت المخدرات. نعم، وحتى تصل لقتل الآخرين. نعم، تأثير المخدر نعم يؤدي إلى قتل الآخرين. تفضل. بالتأكيد هي المخدرات هي من الأساسيات بتاعت الجرائم اللي بتحصل، وهي السبب الرئيسي في كثير من السلبيات اللي بتكون يعني في المجتمع موجودة، سواء كان سرقة، سواء كان اغتصاب أطفال، سواء كان التعدي على حقوق الآخرين والتهديد الآخرين في نفس الوقت، بما ينتج عنه هو نتيجة القتل المباشر كمان، واللي بيكون يعني ما فيه أي مبالاة ولا فيه أي رحمة. ده كله بسبب المخدرات، لأنه المخدرات الآثار بتاعتها في المجتمع كبيرة جدا جدا. الآثار بالنسبة لأي أسرة فيها إنسان أو فيها أشخاص بيتعاطوا المخدرات، بالتأكيد هم كمان بيلعبوا دور كبير في إنه هم الأقرب لهؤلاء. إذا ما كان هم يعني حاسبوهم أو كانوا بالنسبة لهم ال 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 كبحوا الأجنحة بتاعتهم، بتكون هم برضه ساهموا بإنه المدمنين دول يكونوا يعني مشكلة في المجتمع ويكونوا جريمة في المجتمع. هو أثمن خلاص في حتة يعني مثلا مرحلة انتهت. أثمن معناها بعد كده ممكن يعمل أي شيء، يشوف طفل في الشارع يغتصبه، يشوف أي حاجة يسرقها، يكون عنده سكين، يكون عنده مسدس ممكن يقتل ويرتكب جريمة. الجانب الثاني هو جانب الأسرة. الأسرة هي الأساس، طالما أنه في جزء من الأسرة دي مدمن وفي شخص مدمن، فيجب أنه المحاسبة أو المجتمعية أو الأسرية تكون من جانب ولي الأمر بتاع الأسرة. حتى لو كان الأخ الأصغر بيشوف أخوه مثلا مدمن، يجب انه يبلغ عليه، يجب انه يسلمه للشرطه وللقانون للجهات المختصه، وبعد ذلك الجهات المختصه هي بتحوله لدار رعايه، تاهله، ترميم، بيكون هو كافح الجريمه قبل الوقوع بتاعها. اما الاسره تكون متغاضيه عن المساله دي. انا بشوف انه الاسره بتساهم بشكل كبير في مساعده هذا المدمن وفي الدفاع به الى المجتمع بانه يرتكب زي ما قلت اي جريمه. نعم. يعني تحصل بماله. جميل، شكرا عبد الجليل على هذه المداخله، وننتقل مباشره بالحوار لسعاده العقيد نجم الدين عبد الرحيم خلف الله، مدير الدائره الفنيه بالاداره العامه لمكافحه المخدرات. يعني توقفنا في نقطه المراهقه
ويمكن الأخ المتصل رجعنا لها تاني بتفاصيل الأسرة وكل هذه التنشئة يعني الموجودة في البيت. لكن يعني عنده إشارات، يعني أي حاجة في الدنيا دي بتبدأ بقدوة وبتبدأ بمرشد حتى في الحاجات السيئة. أحيانا يعني تجد بطبيعة أهل السودان يعني الأسر الممتدة، تلقى عم، تلقى خال، تلقى أخو، تلقى ود عم ممكن يكون ساكن معك في البيت. فكيف الأسر تقدر تتعامل مع الحاجات دي؟ السودانيين لطيفين في المسائل دي، دي مسائل ما ينفع فيها اللطف. يعني إذا في زول حقيقي بيبيع المخدرات في المنزل يجب إنه يتم عزله أو حتى طرده من البيت، لأنه ما بينفع. يعني أطفالك بتعرضهم للخطر وبتعرضهم لمسألة إنه يتبع زول ده في نهجه. تفضل. طيب والله انا احيي اخونا عبد الجليل على مداخلته، ومداخله بتاعت يعني مداخله مفيده وبتضيف. يعني انا افتكر نفس ده نفس الخطوه ان احنا الخط اللي ماشيين فيه، اللي هو انه الاسره مهمه جدا في مساله وقايه الابن او وقايه اي انسان من الدخول في الانحراف السلوكي او ارتكاب جرائم باي شكل من الاشكال، حتى المخدرات ولا جرائم اخرى، جرائم الاغتصاب وجرائم السرقه والنهب. كل الجرائم الاخلاقيه تعتمد على التنشئه الاولى والاسره في المساله دي. لكن انا افتكر في عوامل اسمها عوامل خطوره على الاسره نفسها. يعني الاسره نفسها احيانا تواجه عوامل خطوره لا تستطيع الاسره غير السليمه مواجهتها. عوامل الخطوره دي يعني مثلا الفقر. الأسرة دخلت في 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 ظرف معين، فقر، يعني أصبحت أسرة فقيرة، أو نشأت من الأول الأسرة ذاتها هي فقيرة من الأول. الأطفال نشأوا غير راضين لوضعهم، عن وضعهم الفقري، فهم ممكن هذا السبب ممكن يكون لارتكاب جرائم، اللي هو عدم الرضا، بيسموه عدم الرضا الاجتماعي. يعني كده الأخلاق السيئة أو الوضع السيء الوالدين، يكون أحد الوالدين مثلا بيسكر، بيشرب الخمرة أو بيتعاطى مخدرات، أو تكون الأم نفسها منحرفة سلوكيا، بتمارس الزنا، بتمارس الدعارة كذا، فهذا الابن أو حتى مهملة، يعني ما عندها تصور معين لأنه أولادها ديل في الحياة دايرة تعمل. أنا جايك على درجة الإهمال دي، نحن الآن مسكنا درجة الخطورة العليا اللي هو إنه مسألة أول الأخلاق. درجة من الدرجات درجات العليا إنه الوالدين يعني هم أخلاقهم غير سوية، منحرفة. دي تؤثر بالتأكيد على الأبناء، تؤثر على الـ على الـ لأنه المثل عندنا بيقول لك في والدك بيقال لك، مش كده؟ ومن شابه أباه فما ظلم. الإبن دايما بيشوف إنه أبوه ده قدوة، غدوه، وبشوف احسن زول في الدنيا. اي زول لو سالت قلت له احسن زول في الدنيا يقول لك والله يا ابوي ده احسن زول. فبالتالي اي تصرف وينجم عن والده بيشوفه تصرف ممتاز، ما في مشكله. ابوه لو بيسكر هو بيشوف السكر ده كويس، ما في مشكله، ما ابوه بيسكر. لو ابوه بيتعاطى مخدرات نفس الكلام، بيشوف انه ابوه يتعاطى مخدرات ما في مشكله، معناها حاجه كويسه. ما كان يعني فده عامل خطوره، ده عامل خطوره خطير جدا بالنسبه للطفل. نحن نحذر منه بشكل كبير. يعني حتى درجه التب التبغ والتنباك الواحد حقنا السوداني ده برضه عامل خطوره. نعم. لانه الناس ما تسجل يعني قدام الاطفال. ليه؟ لانه هي التدخين يعني برغم او يعني فوق لانه هو الضرر منه هو بتاع الصحه، بيضر بالصحه ويضر بكده، لكن بعد ذاك وجد انه كل الذين او خلينا نقول اغلب الذين دخلوا في عالم المخدرات بالذات تعاطي البنجو كانت بدايتهم في الاول بتعاطي التبغ اصلا. نعم. يعني ما في بدا نعم. بنقول ده مؤشر يعني خطير جدا. فهو نعم. فلا بد ان الناس تحذر. جميل. تحذر في هذه المساله. اذا الانسان ربنا ابتلاه بتعاطي التب برا البيت، يمشي برا البيت وكذا لغايه ما يعافيه ربنا يخليه يعني. نعم. جميل. فهذه ده عامل خطوره. نعم. ده عامل خطوره. نعم. العامل الثاني انه يكون احد الوالدين او كلاهما يعني عنده مشكله نفسيه هو ذاته، يعني يكون يعاني من مرض نفسي. نعم. هذا الوالد او هذه الوالده تؤثر على الابناء بشكل كبير. نعم. بالعامل النفسي وفي مشكله. نعم. ناخذ هاتف ونستمع. نعم. لهذا المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. صباح الخير. صباح النور عليك. تفضلي. بدايه اسبوع جميله يا رب. تسلم ان شاء الله ليك ولكل اهل البيت. تفضلي. مرحبا يا عفاف حبابي. أول شيء الأستاذ سفر كلام جميل جدا. الفواتف بجانب والفكرين هم بجانب. نعم. أحيانا أنا أتمنى إذا داخل الأسرة زي ما ذكر الأستاذ، يعني تبدأ أبوك في كيف أو صعود أو بدعات مخدرات أو تجاري، يلا بقوم بجنب الحركة. يعني صاحب لك ربنا لو ابتلاك أنت أذكر نفسك، يعني مهما كان أنت قدام أطفالك قدام أبنائك ما تعمل حاجة زي دي.
ليه؟ عشان بيجملوه. احيانا في بعض الاباء بيرسلوا الاطفال بيقول لهم هذا مش جبنه جاي، هذا مش جبنه صعود. لما في حته زي دي هو شنو خلاص بيقوم مدمن في حاجه زي دي، بيقوم بيتعلم الحاجه زي دي. يعني بيقول خلاص ابوي رسلني انا بعمل كده. يعني احنا ما بننظم كل الاباء ولا كل الاطفال. يعني في بعض الشباب لازم ابواتهم تتعاطوا اي حاجه، لكن تلقي الشاب بيدي ابوه بيقول له يا اخي يا ابوي الحاجه دي غلط وانت ما تعمل كده. ايوه ما كل الشباب بيتعاطوا حاجه زي دي ولا كل الابهات بيعملوا قدام اطفالهم كده. يعني في ابو تلقاه متعاطى لكن يكون بعيد تماما عن ابنائه، عشان هو ما يتحصلوا لحاجه زي دي. هو رب العالمين ابتلاه بحاجه زي دي لكن ما بيتمنى هو اطفاله او ابنائه يبتلوا بحاجه زي دي. يمشي بعيدا تماما من الاطفال عشان هو يتعاطى الحاجه دي ويراجع داخل البيت. ثم ثانيا البيئه اللي حواليه ذات بتاثر جواك. نعم. ثم ثانيا ضغوطات الحياه والمشاكل، الحاجات دي ما بتخلي الشاب يتعاطى حاجه زي دي. ما تقدر تتخلص من حاجه زي دي. فاما انت شابك ما نجح في المدرسه او ما شغال تلقى اب ضغط الولد ضغوط من غير ايجابيه، انت ما عملت كده وانت ما سويت كده. يمكن الشاب ما بيتحمل اي كلمه جارحه واو، اي كلمه انت بتفضل على جواك بتقول للشاب ده ما حيرد عليك، لكن بتكون متراكمه جواه ما حيقدر يرد عليك. نعم. يما في حته زي دي ممكن يعمل يمشي له ويعمل اي حاجه غير ايجابيه، ممكن يضرب شوي، يمكن يجرح شوي، يمكن بعض المحاضرات. دي كلها عقبات بتلاقينا قدام الشباب. نعم. اتمنى لكل الابهات وكل الامهات اي ولد شاب او شابه انت تقول له ولدك تسافرين انت خاوين. انت بحاول تدرب الصندوق، حاول اعرف الجواب، حاول اعرف انت طريقه منه، تمشي مع منه، تيجي مع منه. دي كلها نحن اذا عملناها وكاتبنا وبقينا يد واحده اكيد نتمنى ما بنلقى شاب غل ولا بنلقى شقه هي غلت. حتى في الغدا الزمان يعني التفاخر الكاس زمان يعني انت تعرف ولد بيتعاطى ما بيتعاطى، تمشي مع منه ما بيمشي مع منه. فهي ما بقول بلاش كلها لكن شنو قلت شوية. أحيانا شاي الصباح بيكون جميل الحلوة اللمة الحلوة أنت بتعرف ولد بتعمل فيه، لكن أحيانا بيكون لها مراقبة يا عفاف. لازم الناس تكون نعم قريبة للأولاد وتراقبون، يعني ما بفكرة الزرزرة عشان الواحد ما يحس انه والله هو مقفول او حاسس انه هو صغير، لكن بفكره الله. الهدايه والصداقه. نحن شاكرين لك على هذه المداخله الصباحيه يعني وكل المؤشرات اللي قلتيها. جرب من ولدي انت ما تنعمل وما تشافي ولدي. نعم. لو حاول تدرب اعرف الجواو. نعم. عشان يقدر ذاتي يطلع عليك ويوريك المتاثر معاه وشو. نعم. احيانا انت ما بتسمع ولدك طيب كيف تقدر انت تحل المشاكل؟ نعم. اتمنى حتى دور الرغابه ودور الدوله يكون في حاجه زي دي عشان نقدر نتخلص من حاجه زي دي، لان احنا معروفين سودانيين بجودنا وبكرمنا وباحترامنا، الحاجات نعم. الدخيله اجتمعت علينا دي لازم نغيرها. شكرا لك يا عفاف. ايوه نرجع لديننا ولاسلامنا شكرا جزيلا. تسلمي. شكرا لك على هذه المداخلة والمؤشرات. يمكن يعني عفاف مشت في اتجاه أوضاع سعادة العقيد نجم الدين، الأوضاع الاقتصادية ومراقبة الأهل للأطفال، لكن احنا بدينا بأعلى المؤشرات اللي بتخلي الشخص يتعاطى المخدرات، بدينا بالأسرة والقدوة ومشينا للجانب النفسي، وكان في المرحلة الخاصة يعني بالمراهقة. هي دي طبعا مرحلة خطيرة جدا، وانت عندك لها كلام مختلف. انا والله احيي اخذنا عفاف على المداخلة، وهي مداخلة شاملة وجميلة، يعني واضح انها هي متابعة وتعرف يعني شيء كثير عن المخدرات يعني. نعم. انا افتكر انه الانسان ما عنده هم من اولاده. الانسان في هذه الحياة اصلا ما عنده هم من ابنائه، مش كده؟ نعم. ونعم الله على نعم الله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء يعني. نعم. لكن بيبقى بعد ذلك الإنسان متحدي بين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبين تربية أبنائه. فأحيانا بينشغل، هو ينشغل لظروف اجتماعية ولظروف الاقتصادية ولظروف العمل، بيقوم ينسى دور هام جدا اللي هو تربية الأبناء. يعني نحن شغالين لشنو؟ ونحن أصلا موجودين في الحياة لشنو؟ لتربية الأبناء ولتنشئتهم والتنشئة الصالحة السليمة. ليه؟ عشان هو فين يطلع ابني ناجح. أحسن من كده ما في حاجة في الدنيا أكثر من كده يعني. لكن انشغال الناس للظروف الموجودة دي، انشغالهم على أبنائهم، ده بفتكر الشاعر أحمد شوقي عنده بيتين بيقول ليس اليتيم
من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. نعم. إن اليتيمة من تجد له أم من تخلت وأبا مشغولة، ده اليتيمة الحقيقي. نعم. ما لقي أم ما لقي أبوه يعني. ولأنه أهمية الأب وأهمية الأم في 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 غرس الأخلاق الفاضلة في ابنه، هو بيلقى من أمه وأبوه ديل الأخلاق الفاضلة. وجود الأب والأم في البيت مع ابنهم لفترة ساعة ساعتين ثلاثة لازم يقعدوا مع ابنهم في البيت عشان يغرس فيه القيم الفاضلة، عشان القيم السلبية اللي بتسيبها من المجتمع بتسيبها من المدرسة في الفترة اللي هو في المدرسة أو هو خارج الشارع بيكون اكتسب بعض القيم السلبية. الأب والأم لما يقعدوا مع بنتهم ومع ابنهم بيكتشفوا هذه القيم السلبية بيبعدوها منه يعني. نعم. فلا بد نحن من الاهتمام بالأخلاق. نعم. لا بد أن نعلم النشأة علما يستبين به سبل الحياة، وقبل العلم أخلاقه. نعم. يعني قبل العلم نبدأ بالأخلاق وبعد ذاك نجي. النقطة دي بتخلينا نمشي سعادة العقيد نجم الدين لفكرة الوضع الاقتصادي. نعم. مفروض أنه الفقر بربي يعني، مش لا. الفقر ما مفروض يخليك تكون زول فاسد أو حرامي أو كده. ده في حالة أنه أبوينك أو الأسرة اللي نشأت فيها علموك أنه موضوع القروش بيجي إذا كانت في أخلاق. فده بيقودنا طوالي أنه في السودان يعني مسألة الكسب الساهل هي مسألة طبعا أصبحت سائدة. فهل فكرة أنه الولد يطلع عشان يبيع مخدرات ويجيب قروش دي حاجة الأسرة مفروض تقبلها مباشرة، مع معلومة بتقول أنه يعني نحن كإعلاميين أحيانا بتلقى زول فجأة كده وضعه تغير يعني بقى عنده قروش، مرات بتحس أنه الأسرة ما عندها مشكلة، ما في النهاية في قروش جات يعني، لكن عشان تشوف مصدر القروش وعشان تشوف جابه من وين وجابه كيف ده هو بيبقى الموضوع. فنحن كسودانيين حقيقي بقت اهتماماتنا كلها انه بس القروش طالما موجوده ما ضروري مصدره وين، خلينا نعلق على الحاجه دي اجتماعيا وروحيا. طيب ده سؤال ممتاز جدا يا استاذ. نعم. سلافه، نحن عندنا هنا ثلاثة انواع من الاسر في الحته دي. في اسره تقبل هذا الوضع زي ما قلت انت، الظرف الاقتصادي خلاهم يعلموا أن ابنهم أو بنتهم تروج المخدرات وتجر المخدرات، لكن يجيب له هذه المسألة لأنه دارين تحسين الظروف. دي رسالتي لهم أنا لهذه الأسرة للأبوين، أنه بيكون جنوا على هذا الابن يعني جناية كبيرة جدا، بيعتبر أنه هو أصبح تاجر مخدرات أو مروج مخدرات، معناه معرض بعد كده للمشاكل. نعم. أمام القانون. نعم. دي واحد. السجن والقتل حتى والانتقامات يعني نهاية المخدرات. نعم. ما يقولك يا المصحة. نعم. يا السجن أو الموت. نعم. بالنسبة لإدمان المخدرات، لكن نحن نتكلم في المروجين، شخص سمح أو أم سمحت لابنها أو لبنتها إنها تروج المخدرات. نعم. جنت عليها لأنها هي دي نهاية مظلمة وقاسية ومعروفة إنها نهايتها السجن بلا شك يعني. نعم. دي واحد. عقوبات رادعة. الشيء الثاني الضرر الأخلاقي والسمعة، فقدان السمعة والشرف والمكانة اللي بيصيب الأسرة. نعم. الأسرة لما يكون فيها تاجر مخدرات ومروج مخدرات هم ما يتخيلوا إن المجتمع حولهم ده ممكن عارف، المجتمع حولهم يكون عارف إنه والله ها ابنه ده هو بيروج المخدرات تاجر مخدرات. نعم. فبيكون بيتكلموا عنهم وبينعزلوا بيعزلوهم بعد ذاك. نعم. يكلموا أولادهم يقول لهم. نعم. يقول لهم ما تمشي بيت ناس فلان ده لأنه. نعم. ده بتاع المخدرات مروج المخدرات. نعم. ما تمشي لبنتهم دي لأن هي تدمن المخدرات وتروج المخدرات. نعم. بينعزلوا حتى من نسبهم، ممكن يفقدوا النسب ممكن يفقدوا الشرف. نعم. الإنسان يعيش في هذه الحياة على السمعة مش. نعم. على السمعة وعلى الأخلاق زي ما قلت. معنا الأخت مقبولة من السعودية، السلام عليكم صباح الخير فضل المولى. عفوا مرحب فضل المولى. طيبة. الحمد لله تسلم، كيف صحتك وكيف السودانيين اللي حوالينك؟ مرحبا. نعم. الله مرحبا. صباح النور عليك تفضل. اول حاجه انا خليني احيي كل رجل شرطه في بلاد الحبيبه، واحيي كل رجل امن في بلاد الحبيبه، واحيي كل الشعب المسلح السودانيه. والله الشرطه ما مقصره، نحن شو شايفين منهم وشايفين الشيء اللي بيحرقوا فيه ولا والله يدمي الغارة مش يدمي السودان، يدمي الغارة بأكملها. فهم مكافحين والله ما مكافحين، لهم التحية لهم التعظيم. فلكن يا جماعة نحن نتمنى يا سعادة يكون قانون، يكون عندنا قانون رادع معروف يعني تجارة المخدرات دي أي إنسان بتاجر فيها معروف حكم الإعدام. أنت انتوا قبضتوا كم شعر وكم شعر، هل أعدمتوا لنا ذول يا جماعة؟ ما أعدمتوا ذول ليه يا أخي؟ معلومة نحن يكون عندنا فاكر لهذه الدرجة. انتوا ما مقصرين، كفيت ووفيت والله من يوم مره، ولكن احنا دارين يكون عندكم القانون الرادع لاي انسان يجي بهذا الطريق
يعني أول حاجة الأباد يخليهم والمسلم يخليهم. يكون عندنا القانون الرادع ليه؟ لأنه هذا الطفل ولا الإنسان اللي بيتعاطى هذه الأشياء إذا كان تبع لهذا القانون الرادع الإعدام فورا لو رجع في الأرض هذه التسليمة دي بتخليها. لكن إحنا إذا كان بنمسك الواحد بندخل بين بابه وبندخل بين باب الثاني. تبقى ما الحكام ما حيكون فيه مهما كان ما حيكون فيه جبر لهذه الأشياء. فأنا أتمنى يا سعادتي يكون في قانون رادع لهذه الأشياء يا جماعة. أتمنى يكون في قانون رادع لكل من يجري في الشعب السوداني ولكل من يجري في الوطن. الوطن ده وطن غالي يا جماعة، نحن والله ما بنمثل بأي شيء في الدنيا. نعم شكرا فضل، شكرا جزيلا فضل المولى من المملكة العربية السعودية. ويمكن طوالي دخل أخونا فضل المولى في العقوبات الرادعة بالنسبة للمروجين أو المتعاطين، طبعا هم أس البلاء في المروج، ومن ثم يعني نأتي للمتعاطي. خلينا نتكلم عن الجانب ده بحسابات التخصص في الدائرة الخاصة بكم، ونبدأ بالتوجيه ونتدرج حتى نصل مرحلة العقوبات الرادعة. تفضل سعادة العام. أنا أحيي أخونا فضل المولى وأحيي كل المقتربين من بلادي في بلاد المهجر، وربنا يعينهم ويوفقهم إن شاء الله في كسبهم يعني، ويحفظ أولادهم إن شاء الله اللي هنا في الجامعات وفي السودان يعني. هو أخونا فضل المولى، بس إحنا عندنا سياستين ماشيات مع بعض. نحن المفروض نميز الحاجة دي، إنه سياسة المكافحة وسياسة خفض الطلب، دي حاجتين مع بعض يتم ماشيات، اللي هي خفض العرض وخفض الطلب. ده ماشي براه، هو الآن أشار له فعلا. نحن عندنا إبادات في 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 منطقة زراعة الجنب، في منطقة ولاية جنب دارفور في الردوم، حظيرة الردوم، دي حظيرة زراعة الجنب اللي هو يستخرج منه البنجو. احنا عندنا حملات مستمره، والان عندنا قوات ثابته تبيد هذه الزراعات، بل بالعكس الان هي تمنع حتى الزراعه يعني. وانا من هنا بشيد حقيقه بقياده الاداره العامه لمكافحه المخدرات، قياده وضباطا وافرادا المنتشرين على 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 امتداد هذا القطر، يكافحون ويحتسبون ولاجل ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى يعني. وهم منعوا كثير من الاخطار والاضرار اللي ممكن تصيب المجتمع السوداني لو دخلت هذه المخدرات الى هذه بلاد يعني. فده جانب برا. لكن في جانب هذا يجب ان لا نغفله، اللي هو جانب الاسره. هو قال خلوكم من الاسره دي، لا ده جانب اسمه خفض الطلب. نحن لازم، ما هو المخدرات في النهايه حتصل لمنتصل لمتعاطي. نحن دايرين نشتغل في المتعاطي ده، انه هو ما يتعاطى. طيب التاجر ما حيلقى مجتمع يروج فيه المخدرات، ولما ما يلقى مجتمع يروج فيه المخدرات معناه احنا كده نكون حلينا جزء كبير من المشكله. نحن همنا الاساسي ده، برنامج شغال براه اسمه خفض العرض، شغال براه مكافحه شغاله تمام، ما في اي مشكله. لكن احنا الان برنامجنا المفروض يشتغل بفاعليه، اللي هو برنامج خفض الطلب، اللي هو ده فيه استراتيجيه من استراتيجيه خفض الطلب. ده بتقوم به جهات كثيره جدا، اللي هي فيها وزارات كثيره تشترك في هذه المساله بجانب الداخليه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الثقافه، وزاره الاعلام، وزاره الشباب والرياضه، منظمات المجتمع المدني، كل الجهات دي بتشترك في 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 خفض الطلب، في توعيه المواطنين. مش حتى التوعيه بس يعني، هي تمتد لانك انت في برامج يسموها سياسات وانشطه توجه الى الاسر، توجه الى الاطفال يعني، وتمنع الفقر، وتمنع الافرادات المجتمعيه السيئه، تمنع افرادات العنف حتى وسط الطلاب في الجامعات. فهذه السياسات والانشطه يجب ان تدار بواسطه استراتيجيه. الاستراتيجية تتطلب أن يكون هناك مجلس أعلى، مجلس أعلى لمكافحة المخدرات. المجلس الأعلى الآن تحت الإجازة، وإن شاء الله يجاز. هذه المجلس بيمنع إن شاء الله كثير من الأضرار، لأنه هو بيشتغل شغل استراتيجي على الدولة كلها، من ولادة الطفل. نحن دائما الطفل لما الطفل يعني أسرة يعني، كيف تربي هذا الطفل بحيث إنه هو يخرج من دائرة التعاطي، ينشأ إنسان سليم، ينشأ إنسان يضيف للمجتمع، لكن ما إنسان يكون خصم على المجتمع. فهي استراتيجية كبيرة وإن شاء الله ترى النور. في دول كثير سبقتنا في هذه الاستراتيجية، وهي فيها موجهات من الأمم المتحدة، وفيها معايير دولية. نعم فيها معايير دولية توضع. المعايير دي بتعامل مع الشخص في سنين عمره المختلفة بطريقة معينة، وبسياسات معينة، وببرامج، بأنشطة. الأنشطة دي بتشمل المدارس، بتشمل المجتمع المحلي الموجود فيه، وتشمل الأسرة، بتشمل مكان العمل. حتى مكان العمل احنا له شغل في انه هو كده. سياسات الدولة في منع التدخين التبغي، في منع في فرض الضرائب الباهظة الكبيرة على الـ على الـ على الـ على السجاير لمنع التدخين. دي كلها سياسات توضع في الاستراتيجية. هلا فنحن الاستراتيجية مهمة بالنسبة لنا. نحن الآن شغالين شغل بتاع توعية، وده جانب واحد.
جميل. لكن في شغل كثير جدا المفروض يتم في هذه المسألة، فنحن الأسرة ما بنخليها أصلا بحال من الأحوال لأن هي حيتصدر أول. نعم، مفروض نستصحبها معانا في كل الخطوات. ونحن بدينا كلامنا من الاخلاق، نحن لو غرسنا الاخلاق الطيبه والقيمه الفاضله وعاداتنا تقاليدنا السمحه، لو نحن قدرنا غرسناها في الطفل ده ما حينشا اصلا يرتكب جريمه نعم. عنف ولا حيرتكب جرائم خطيره. نعم. جريمه المخدرات معروفه انها جريمه متعديه. نعم. باعتبار انها هي يعني مش جريمه لنفسها لوحدها بس جريمه مخدرات وتقيف، لا هي جريمه بعدها الانسان بيرتكب جرائم اخرى. اتعدت هي زاد على العقل. العقل اللي بيفكر يعني انت في البدايه تعديت عليه على عقلك. ايوه على نفسك يعني نقصت منه الحكمه. نعم. ونقصت منه الفكره بتاعت التفكير الجيد ونشات منها الهلوسه وكثير من الحاجات. بالرجوع لتفاصيل الاسره والمجتمع السوداني. نعم. سعادة العقيد نجم الدين، هل انا بكتفي بانه انا ابلغ بس عن مروج مخدرات او متعاطي؟ يعني فكرة الشرطة دي هي مفروض الحاجة اللي أبدأ بها طوالي إذا أنا عرفت الحاجة دي، لأنه هنا بيكون في صعوبة طبعا مع الموضوع. يعني إحنا بنقول المخدرات حاجة خطيرة، فالمجتمع بيقوم بيفهم إنه أنا طوالي مجرد ما عرفت أي معلومة أو عرفت إنه والله ولدي ده في البيت مفروض أسلمه للجهة المختصة. البدايات مفروض تكون شنو؟ يعني أنا أسس لإنه أنا أحل المشكلة كيف؟ طيب، هو البدايات دي تختلف من الأسرة للمجتمع البرة. نعم. يعني الأسرة دي ما هي ده قالب بتاع أسرة، الطفل موجود أو الشاب موجود داخل هذه الأسرة دي مفروض نحن في حاجة اسمها الوقاية من الوقوع في الإدمان. نعم. يعني ده الهم الأول. نعم. لأنه يا أستاذ سلافة لك أن تعلمي أنه الشخص لما يدخل في عالم الإدمان بعد كده تاني لا يتفاهم ولا يستجيب، بيكون عنيف لأنه وصعب. زي ما قلت أنت قبل شوية العقل غاب. هو عقله بعد كده غاب خلاص يعني. بعد يصبح إنسان عنيف، بيصبح لا يميز بين 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 يعني أمه ولا أخته ولا 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 أي شخص آخر. بيفقد الكثير من القيم. نعم. الموروثة عنده بتروح. يعني قيمين والله ده والدك ودي أمك ودي. نعم. أختك لا. نعم. بتتفقد عنده تماما. نعم. بيصبح بعد كده هو عقله. دي الحاجة اللي احنا خايفين منها إنه يعني المخدرات تكون أداة لقتل الآخر، هو ده المحور اللي صار. وهي الجرائم الآن العنيفة اللي بترتكب الآن نحن نسمع عنها في الإعلام ونشوفها دي هي بهذا بهذا بهذه الأسلوب. نعم. بيفقد المعنى. نعم. معنى انه والله ده ابوك ده خالك ده عمك ده كده. نعم. والتمييز. نعم. بيبقى هذه القيمه. نعم. فبعد ذلك بالنسبه له هو يعني العقل ما غاب خلاص. نعم. اصبح كان شخص هو شخص آخر. مجنون او شخص. نعم. له مرض نفسي او يعني. حتى لو واجهته مشكله بيفترض طوال انه المخدرات هي اللي بتحل لك المشكله. نحن همنا الاساسي يا استاذ سلاف انه. نعم. الاسره يجب ان تكون عامل الوقايه الاول. نعم. لانه لو دخل في عالم الادمان زي ما قلت انا يبقى عندي مشكله كبيره جدا والعلاج منها مشكله كبيره جدا يعني. نعم. المجتمع دوره في انه انا مفتكر هو المفروض المجتمع من رابطه يكون في رابطه داخل المجتمع. نحن عندنا اللجان المجتمعيه داخل الاسر. نعم. هذه اللجان يفترض بها ان تكون تولى الامن الجانب الامني في 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 الاحياء. وانا احيي من هنا الاخوان في الشرطه الشعبيه والمجتمعيه واللجان المجتمعيه. نعم. اللجان الامنيه دي الموجوده في الاحياء لها دور كبير جدا في منع هذه الممارسات في الاول عبر نصح والارشاد. يصلوا لأسر المدمنين ديل ويصلوا لأسر المروجين ويخطروهم يا أخي ابنكم ده يدمن المخدرات وأصبح وباء وأصبح سبب لانتشار المخدرات في الحي. نعم. يجب أن يمنع. نعم. إذا الأسرة استجابت أهلا وسهلا، الأسرة ما استجابت طوال القانون بعد كده الخطوة الثانية القانون. دي خطوة جميلة يعني. نعم. إنه الشرطة تكون في علاقات بينه وما بين الأسر مجرد ما تحصلت. نعم. عليه معلومات تصل الأسرة بالأول وتوريه وبعد ذاك. نعم. الأسرة ذاتها ترفع تقارير إنه نحن قعدنا مع الزول ده. نعم. وتكلمنا معاه. نعم. وهو ماشي في التحسن أو حتى ممكن الأسرة ذاتها يعني يجوا يقعدوا معاه بشكل رسمي إنه نحن محتاجين إنه أنت تتغير، محتاجين إنه أنت تتعافى أو حتى يعني الطريق ده ما تسلكه على الأقل ممكن نفكر له في مشروع آخر عشان يقدر يعني ياخذ منه. فعلا كلامي ده صحيح لأنه هو لو. نعم. لما يدمن بعد ذلك ما بيسمعك. نعم. يعني الفرصة الوحيدة للأسرة إنها تلحق ابنها اللي هو قبل الإدمان قبل التعاطي. نعم. قبل التعاطي. نعم. قبل التعاطي المفروض. نعم. تكون في جلسات نصح وارشاد داخل الاسره. نعم. الاسره تكون مترابطه مع بعضها، يكون في حوار داخل الاسره. القيم الايجابيه الاب لازم يغرس في ابنه القيم الايجابيه، لازم يوريه اهميه الصحه. يعني وري ابنك ده اهميه الصحه شنو، اهميه حافظ على عقله شنو، اهميه انه هو حيضر نفسه لما هو يوري انه لو دخل في عالم زي ده عالم مخدرات عالم بتاع خمر عالم كده هو حيضر. نعم. نفسه. يوريه اهميه النجاح. الكلام عن اهميه النجاح عن انه يكون انسان ايجابي. نعم. في هذه الحياه. نعم. فلا الاسره عندها دور كبير جدا في هذه المساله يعني. نعم. احنا اصلا ما دارين اصلا هي اللي بتساعد الشرطه طبعا.
خالص. الأسرة هي اللي بتساعد الشرطة. نعم، والمساعد الأول للشرطة. المساعد الأول من الأسرة. نعم. إضافة لأنه أهمية أنه أنا أوريك أنه كونك تحصل على عمل آمن، ما فيه مجازفات، ما فيه سجن، ما فيه ملاحقات، يعني دي حاجة كويسة بالنسبة للإنسان. نعم. وبتساعد في الاستقرار. يعني الزول اللي بيبيع المخدرات يعني داير شنو لأولاده؟ يعني داير لهم ياتوا مستقبل؟ ده سؤال مهم، يعني حق أي زول بيسمعنا الآن يسأل بعدين نفسه. كله جسم النبت من سحت فالنار أولى به. نعم. يعني نعم. أنت أصلك اللي بتوفر لأولادك دي اللقمة الحرام من المخدرات، تأكد أنك بالسوق أبنائك وتقودهم إلى النار. يعني مهما حميتهم هم ذاتهم نعم ممكن يدمنوا ويدخلوا في هذه الدائرة. سعادة العقيد نجم الدين عبد الرحيم خلف الله، يعني بالحديث عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، بدأت بالتعاطي والترويج وبعد ذاك النهب وغيره من الأشياء إلى أن تصل مرحلة القتل، ويمكن دي أخطر مرحلة. الإعلام السوداني، الصحف يعني مليانة بالأخبار، فلان قتل فلان بعد الفحص والتحقيق ثبت إنه كان متعاطي وكذا. يعني هل دي ذاتها يعني الأشياء دي، يعني كون إنه زول يعني يلقوه قتل وهو كان متعاطي، دي بتخليه يفلت من العقوبة شوية، خصوصا إنه في محاميين وهيئة بتاع الدفاع وكذا. فكيف بنقدر نتعامل مع المجرم في حالة ثبت إنه كان متعاطي مخدر؟ نفس العقوبة ولا تتخفف ولا بالضبط اللي بيحصل شنو؟ طيب أنا قبل العقوبة داير أعلق على المخدرات، وداير أعمل رسالة تحذيرية للمتعاطين الآن اللي بيسمعونا أو غير المتعاطي الآن بيسمعنا، ورسالة للأسر إنه جريمة المخدرات أو تعاطي المخدرات وإدمان المخدرات يعني في حاجة اسمها جريمة متعدية، يعني هو يعني ليل الحوجة للمال، الحوجة للمال وغياب العقل، الحاجتين ديل العقل غايب. نعم. بالإضافة إنه هو محتاج لمال، المال ده لشراء المخدرات، توفير المخدرات. لا بد من هو يأمن المخدرات لنفسه، عشان يأمن المخدرات لنفسه هو طالب أو هو عامل بسيط ما عنده مرتب ما يكفيه، يعني حيضطر بعد كده هو لارتكاب الجرائم الأخرى. حيبدأ يسرق، حيتعلم السرقة من ناس البيت أول حاجة، بيسرق منهم الذهب الموجود، الأموال الموجودة، ينتقل بعدها إلى السرقة من الجيران في الحي، ينتقل بعدها إلى نهب البنات في الشارع، يقول لك والله نهبوا الموبايل وشنطة، تتكلم في شنطة نهبوا عيلة. نحن في السودان نحن عندنا قيم عزيزة وقيم إيجابية كبيرة جدا، اللي هو أن الراجل اللي يحترم المرأة جدا يعني، ولا يمكن يتعدى عليها في الشارع يعني أي حال من الأحوال، إلا مدمن المخدرات ده ممكن يتعدى على المرأة في الشارع العام، ممكن يشيل شنطتها، ممكن يخطف الموبايل بتاعها. مدمن المخدرات الوحيد الذي يرتكب زنا المحارم الوحيد الذي يرتكب زنا المحارم، اللي هو ممكن يرتكب زنا مع أمه، ممكن يرتكب زنا مع أخته، ممكن مع بنته، ممكن مع كل شخص في الأسرة يعني هو وكذا. فخطيرة جدا. واغتصاب الأطفال مدمن المخدرات الوحيد برضو يرتكب جريمة اغتصاب الأطفال، لأنه العقل قائب زي ما قلنا. طفل والله طفل عمره سنة أو ستة شهور أو سنتين بكثير يمارس معه الجنس مع هذا الطفل، وبعد ذاك عشان يستر الجريمة دي يقتل هذا الطفل، وبعد ما يقتل الطفل بعد ذاك يواري الجثة وين، يمشي يدفنه في مرحاض ويرميه في مرحاض ويدفنه في التراب. يعني هذه جريمة خطيرة جدا، وجريمة لا يمكن ارتكبها إلا شخص مدمن مخدرات. دي خطورتها. نحن نحذر الأسر من هذه المسألة، في إنه إدمان المخدرات خطير جدا. ونحن عندنا مثال الجريمة الأخيرة اللي هي جريمة المسلمية، ونحن هنا نترحم على هذه الأسرة، وإن شاء الله نحتسبهم شهداء يعني عنده يعني. ولكن هذه الجريمة جرس إنذار خطير جدا، قرعت جرس إنذار. أنا أفتكر هي بداية لعمل جديد وبداية لفهم جديد. نحن ظللنا والله في الإدارة العامة نوعي الناس وننادي ونحذر من جريمة المخدرات، إنه تعاطي المخدرات وإدمان المخدرات جريمة خطيرة تؤدي لارتكاب جرائم القتل داخل داخل الأسرة، وتؤدي لارتكاب جرائم القتل في الجامعات وفي المجتمعات. ظللنا نحذر الناس من هذه المسألة. ودي مؤشرات الآن هذه نقطة نفتكر نقطة وجرس إنذار خطير جدا، يجب أن توقف الناس عنده. نحن بالنادي المجتمع منظمات المجتمع المدني، هذه المنظمات المسجلة وغير المسجلة، كل المنظمات اللي بتعمل في المجال ده بتاع المجتمع، هنا جزء من 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 وقتها ومن عملها للمجتمع. نعم. توعية المجتمع، خدمة المجتمع، رعاية الأسر،
ونشوف الاسر الفقيره المحتاجه هل فيها ظروف الناس يعني يشوفوا يتفقدوهم يعني الناس يتفقدوهم ويرعوهم يعني. نعم متواصلين معك بالنقاش سعاده العقيد نجم الدين عبد الرحيم خلف الله مدير الدائره الفنيه بالاداره العامه لمكافحه المخدرات عنوان اليوم المخدرات اداء لقتل الاخر. وسعاده العقيد حدث عن مؤشرات خطره جدا في المجتمع. نحن بنقول الاسره ثم الاسره ثم الاسره وبعدها بيبدا الشارع وبعدها بتبدا الجهات الرسمية. أكيد هي بتساعد في ضبط المخدرات قبل ما تصل للأحياء وقبل ما تصل في يد المروجين، لكن نحن علينا أنه نحن يعني نغرس الأخلاق. فقرات هذه الموجة موجة أم درمان مستمرة معكم وسعادة العقيد. لدينا فقرة مراسلون بلا حدود من جنوب كردفان مدينة الدلنج مع الأستاذة عادل إسماعيل وحديث عن سوق الفرشاية وجملة من الأشياء المختلفة في هذه الدائرة أو المحلية، لكن بعد الفاصل فاصل ونعود إليكم لمواصلة موجة أم درمان. كونوا على وفاء دائما. بروعتك نخط الخطوط معا ونرسم لوحات جديدة في سماء السودان. الحرية والجمال. مرحبا بكل السادة المشاهدين عبر هذا الصباح موجة أم درمان. فقرات متنوعة وموضوع رئيسي بالنقاش وسعدنا بالتواصل وسعدنا أيضا بالمشاهدة من العاصمة الخرطوم مباشرة إلى إحدى ولايات السودان الجميلة جنوب كردفان ومدينة الدلنج ومراسلون بلا حدود مع الأستاذ عادل إسماعيل. صباح الخير أستاذ عادل عليك وعلى كل أهلنا في جنوب كردفان، دبيبات والسنجكاية، جبال الشرقية والغربية وكل هذه المدن الجميلة التي تنبض بالحياة. صباح الخير. صباح الخير على كل سكان هذا الوطن الممتد في دواخيرنا أوسا ومعنا عبر قناة الدوام الكبائية القوية التي تفزع بمشاهدين كسر في كل مدن ولايات السودان. نعم الصباح دائما يكون إطلال على الناس والحياة عبر هذه الموجة نطل على الناس في الفرشاية وحديث عن هذا السوق وكل المتعلقات التي ستتحدث عنها عبر هذا الصباح. تفضل أستاذ عادل. بلا شك أستاذ سلافة صديق، الحديث عن الفرشاية هي من الوحدات الإدارية المعروفة في ولاية جنوب كردفان، واسم الفرشاية قديما قالوا بأن هذه البقعة لم تكن مأهولة بالسكان وكان الخريف كما عندنا في جنوب كردفان فتبدأ المياه كالبساط الأخضر، فيقولون الفرشاية أي مفروشة ببركة من المياه، وبمرور الزمن تحول الاسم إلى قرية الفرشاية. والفرشاية لها سوق مشهور هو سوق الجمعة من كل أسبوع من الأسواق الكبيرة والعامرة ومميزة، وهي تبع لمحلية الدلنج ولاية كردفان وتقع على بعد مسافة تقدر ب 13 كيلومتر شمال مدينة الدلنج بتعداد سكان يقدر ب 33,000 نفر. نعم طبيعة السوق وشكل المحاصيل بشكل عام وليه كل الناس بتتوجه دائما لسوق الفرشاية في جنوب كردفان؟ بلا شك يعني سوق الفرشاية له مرتادين كسر، ويوم الجمعة يعتبر انه يعني سوق هذه الفرشاية وبها مسجد عتيق كبير، كل القادمين اليه من تجار من محلية الدلنج ومن منطقة تفكر بولاية غرب كردفان ومن مدينة الغويط بولاية شمال كردفان وبعض التجار القادمين من الشمال، لذا يصبح سوق الفرشاية هو الأساس. وكثير من ما ينوي بأن الشيخ أحمد بصوت عتيق يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الفرشاية،
أبرز محتويات هذا السوق والمحاصيل الزراعية بلا شك توجد الزر الشامية بأنواعها بجانب الدخن والكركديه واللوب والسنمطة والمليل والعرديب والمحريب والمغليلة، وهي مشروبات محلية محلية يعني تساعد كثير في العلاج من أمراض البصر. وتعرض فيه كذلك بعض أدوات الزكر في الزينة المصنوعة من الشعب كالبروش الملونة والحبابات والحنكوك، والمصنوع أيضا من وبر وصوب بعض الحيوانات كالشمل وأدوات الزخرف في الزينة التي تغطي السوق ببعد فني آخر، إضافة إلى وجود قبائل مختلفة يعني تمكنت تخلق نسيج اجتماعي قوي ولها أكلات محلية كقبيلة الحوازمة وهي السواد العظم الذي يسكن الفرشاية والفلات والنوم وبعض الأشجار من أمواب وشمال السودان. الشكل الوجود عند الحوازمة بلا شك الددح معروف لدينا، يعني يكون ددح الجمعة والعصايد والحروب والكمبو والكول وأم تعينة، والكلام ده بيكون عبر الدرة أو الكبيرة وكفاتير الشاي يعني كغيمة كبيرة يعني امتحنا أهل الفرشاي بجانب قبيلة الفلات المشهورة هم أكثر تدينا بأفخاذ موجودون مختلفة يتفننون في صنع قاشي الفرشاية، وكذلك عندهم مشروب الجدو ومشروب البرنجي والمدايت المختلفة. أما قبيلة النوبة لديهم كذلك وجبة يقدمونها باسم كعك العجيد مصنوعة من المنتجات المحلية وكذلك بليلة المونيومونيو، وتعني يعني الذرة سواء كان ذرة عادية أو عيش الريف مخلوطة بالسمسم، ولديها زيت يطبخ وتوجد فيها كميات من البلح يعني يكرم بها كثير من أهل الفرشاية، وبها كذلك إدارة أهلية في الحل والعقد وهي إحدى تنظيمات محلية الثانية التابعة لولاية جنوب. نعم جميل، يعني هذه معلومات ثرة عن سوق الفرشاية وكل المتعلقات بهذا السوق وما يميز أهل الفرشاية. تحية لكل من ذكرتهم في النسيج الاجتماعي في هذه الدائرة التي تتبع لمدينة الدلنج، وسعيدنا بهذا التواصل وربطنا عبر هذا الصباح بولاية جنوب كردفان. بإذن الله المساحات مفتوحة ستكون بيننا وبينكم لمزيد من المحطات والفقرات عبر هذه المساحة مراسلون بلا حدود. شكرا لمراسلنا لهذا اليوم الأستاذ عادل إسماعيل من مدينة الدلنج. شكرا لكل الزملاء في الاستوديو ومزيد من المساحات القادمة. نعم شكرا جزيلا. بنتواصل أحبابنا المشاهدين وموضوع النقاش مستمر، ومن الثقافة الغذائية سعادة العقيد نجم الدين عبد الرحيم خلف الله، نرجع لموضوعنا المخدرات. مسألة الغذاء مربوطة بمن يتعاطى المخدرات، دائما تظهر عليه ملامح أنه يكون هزيل تعبان شاحب، دي كلها مؤشرات خطرة. أستاذنا عادل يعني ذكر قيم غذائية كبيرة جدا يعني في ولايات السودان المختلفة تحديدا الفرشاة وجنوب كردفان، كيف بنقدر ننقذ مدمن المخدرات من هذه الحالة الممكن تأثر على صحته ويبدأ هو ما يتعاطى الأكل وفي نفس الوقت يكون حسي أنه دايما هو شبعان؟ فخلينا نشوف المؤشرات دي ونحكي عن هذا المحور. تفضل. طيب ماذا استفيد ذات من الحاجة دي؟ نعم. المثل بيقول لك ابنك شبعه وطبعه. نعم. يعني نحن نشبع ابنانا دي يعني مهم جدا جانب الصحة. نعم. لازم ينشأ هو بصحة سليمة لأنه الإعاقة الجسدية أو المشاكل الصحية أيضا هي مدخل للمخدرات. اللي هو الضغط النفسي اللي بيحصل للإنسان من شعور إنه هو عنده مشكلة صحية عنده ممكن أو الجوع أو حرمان من الطعام أو الحرمان من الجوع ممكن يخليه ممكن يسرق الحرمان من المال ممكن برضو يخليه يسرق وكذا، فهو مدخل جيد لأن إحنا لأنه برضو هي للوقاية من المخدرات. والمخدرات نفسها تسبب الضرر الصحي
ضرر صحي للإنسان أول حاجة في صحته العقلية، ده مهم جدا وخطير جدا أكثر من الصحة العضوية، لأنه الصحة العقلية الإنسان إذا ما غاب عنه العقل فيبقى معناه خلاص هو بعد أصبح كلام عام فقد البوصلة. نعم فقد البوصلة وأصبح إنسان خطر على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع وعلى المجتمع ويصبح شخص يعني هو يعني إذا المخدرات بيكون شخص شكاك يتميز بالشك، هو بيشك في أسرته ويشك في أولاده ويشك في كل من حوله. مدمن المخدرات يصاب بالحاجة اسمها الخرف المبكر أو النسيان المبكر، فهي تؤثر في الصحة العقلية كما تؤثر في الصحة العضوية له. تؤثر في الصحة العضوية تسبب الفشل الكلوي، ومهم جدا أن نقول أن المخدرات تسبب بجميع أنواعها البنجو الترامادول الكبتاجون المنشطات دي تسبب العجز الجنسي. العجز الجنسي في الإنسان تنشط في الأول في البداية، ممكن يضعط في الأول يقول لك ضعطت لي أنا منشط والله يعني طول من زمن الممارسة الجنسية أعطاه قدرة زايدة. نعم في الأول ممكن يعني، لكن بعد قليل من الجرعات يصاب الإنسان بالعجز الجنسي، لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية مع زوجته ولا مع زوجته يعني. فخطيرة جدا في هذه المسألة وتسبب العقم اللي هي قتل الحيوانات المنوية وكده، وتسبب الضرر بعد ذلك الإنسان إنه ما يكون عنده أصلا ذرية اللي قدام يعني. كل المخدرات بسبب العقم وسبب العجز الجنسي. المخدرات أو متعاطي المخدرات يسهر التأثير على صحته لأنه لا يستطيع أنه يتناول الأكل الكافي يعني. لشعوره المستمر بالشبع، المخدرات تسبب عسر الهضم وتسبب انتخاخ المعدة وتسبب التخمر الأكل، وبالتالي الإنسان لما يجي يعني يجلس في ماء الطعام لا يستطيع الأكل، ودي واحدة من علامات الإدمان. أن إحنا قاعد نقول للأسر تراقب نعم أبناء من خلال الحاجة، من خلال دي الأب ممكن يعلم أنه في مشكلة طبعا هي علامات الإدمان عدد من العلامات، لكن دي واحدة منهم. العلامات الثانية اللي هو مثلا زي اضطرابات النوم، ما بيقدر ينوم يعني النوم الطبيعي 8 ساعات ويصحى، لا بينوم نوم مستمر يعني لو لاحظت ان ابنك ده نام نوم طويل اعرف ان في مشكلة لازم الناس تعالج يعني. او لو شعرت ان ابنك بيصحى او يستيقظ لفترة طويلة اعلم ان في مشكلة، ده متعاطي بتاع منشطات كبتاجون. فالنوم الطويل مشكلة والنوم عدم النوم مشكلة، لما يجتمع ده مع عدم الأكل والمصهر عدم الاهتمام بالمصهر، تلقى هو ما يهتم بالمصهر، زمان كان بيلبس وقيافة وبالبنطلون وقميص وبيغسل يكوي ويحلق شعره ونظيف ويلبس الحذاء بتاعه نظيف وكده، لا بتلقى بدأ عدم الاهتمام بالمصهر. ليه؟ لأنه بيهتم فقط بالحبة المخدرة فقط، فبتلقى انه عشان يلبس لبس متسب بلاحظوا له ناس البيت انه شعره بدا يقوم ما بيحلق ما بيستحمى ما كده، هي علامه من علامات الادمان بتكون ملاحظه. الغياب من البيت المتكرر بيبدا يغيب من البيت غياب متكرر، ما يعني فلان وين الولد وينه ما لاقينه. عشان كده احنا بنقول مهم جدا انه يا الوالد والوالده لابد ان يعني يكون مائده الطعام الغداء او شاي المغرب لابد ان يتواجد الجميع في الاسره، نقطه التقاء بالنسبه لكل افراد نقطه التقاء الأسرة. وملاحظه انت من دي بتلاحظ ان ابنك ده اذا كان فيه علامات الادمان العيون الحمراء اذا كان عيون مثلا بقت فيها اللون الاحمر او اللون كذا او بقت صغيره دائريه صغيره او اتساع العين او عدم الاكل ولا الرغبه في الاكل او المصهر، يا اخي لما يمد يده سائل الاكل ده يمد يده بتلاحظ الرحشه في اضطراب يعني في اضطراب او بتلاحظ علامات التدخين السواد في هنا بتاع البنجو ده بيكون في علامات هنا يعني في علامات كده، دي كلها مؤشرات للابن. فوجود الأب والأم مع في فترة مع ابنهم بيلاحظوا. نحن عندنا أخواننا عندنا أسر لاحظوا لأبنائهم بعد 6 سنوات من التعاطي وجابوه لي، نحن نقول والله ابني ده ولدي ده بتعاطي مخدرات له 6 شهور. لما سألنا الابن يقول لك أنا والله بتعاطي المخدرات لي 6 سنة. 6 سنة دي لما حسبناها لقيناه له كده يا في تامن يا في أولى ثانوي يعني. معناته الأسرة محتاجين أنها تكون أكثر ملاحظة وتفحص يعني لهذا الابن وتواجد حوالين. نعم الأخبار والصحافة يعني عالم مليء بالأحداث يعني، إحنا ما دايرين حقيقي نبدأ الصباح بالأشياء دي، لكن إحنا عندنا فقرة اسمها صحافة بعيدة عن السياسة ونهتم بالأخبار الاجتماعية. نسمع مع بعض والمشاهدين الأخبار اللي يعني امتلأت بها صحف الخرطوم التي صدرت هذا الصباح الأحد. بدأنا يعني بالرأي العام و 7 مليارات دولار حجم الاستثمارات الإماراتية بالسودان، وإن شاء الله دي ذاتها يعني تسهم فينا تفتح الباب
لأنه نحن نجد دروب مختلفة لكسب المال بدل الاتجار في مسائل المخدرات، أو حتى الأسر تعلم أبناء أنه يحصلوا على المال من خلال مشاريع يعني مختلفة ما عندها علاقة بالترويج. الرأي العام أيضا يعني نقلب هذه الصفحات الداخلية لنجد مزيد من الأخبار البعيدة عن السياسة وأقرب إلى المجتمع. خبر يتحدث عن النفايات تهدد كافوري، وأيضا افتتاح كوبري الحديد الشهر الجاري، وأيضا الرأي العام نداء إنساني لأهل الخير والمنظمات والجمعيات الإنسانية فرحة الأيتام في رمضان. الرأي العام مباشرة إلى المجهر ونبحث عن هذه الأخبار. أزمة مياه الشرب بالجنينة، المواطنون يسخطون. والحوادث والجرائم، ضبط أكثر من 23 ألف راس من البنغو والترامادول بشرق وغرب دارفور، واستمرار محاكمة متهم بقتل مسن داخل منزله بالريف الشمالي. دي تأثيرات المخدرات، لأنه ساعات العقل قلنا العقل خلاص يعني يصبح في اتجاه الزوال، الإنسان بيكون ما مفرز. يعني إحنا حقيقة نتمنى إنه ما نسمع الأخبار، ما بنبحث عن المجتمع الفاضل، لكن بنبحث عن إنه الأسرة تهتم فقط بأبنائها حتى يخرج للمجتمع وهو شاب جيد وصالح. من الأخبار الموجودة في صحيفة المجهر سادتي، المحكمة تخاطب جهات نظامية لإحضار متهم بقتل طفلة بعيار ناري، وتوجيه الاتهام لخمسة طلاب جامعيين تخصصوا في سرقة إطارات العربات. والأخبار الرياضية في صحيفة المجهر عبر هذه الفقرة، الصحافة بعيد عن السياسة، الهلال يستدرج إكوا النيجيري إلى الجوهرة الزرقاء مساء اليوم، وهلال التبلدي يخسر 1-3، وهنادي الصديق نائبا لرئيس اتحاد الريشة العرب. ومباشرة إلى آخر لحظة، وفد من مجلس اللوردات البريطاني بالخرطوم غدا، وأيضا خبر يقول القبض على عدد كبير من مهربي البشر بكسلة. وأيضا من الأخبار في آخر لحظة، السجن لموظف أدين بسرقة حواسيب، وإرجاء محاكمة متهمين بسرقة أبراج الاتصالات. في ذات الصحيفة آخر لحظة نقلب هذه الصفحات سويا، وتستعد للبث خلال أيام، دارفور الكبرى إذاعة للحب والسلام. أيضا في هذه الصحيفة آخر لحظة، رونالدو يكشف سبب رحيله عن برشلونة. ومن خلال صحيفة الصيحة نقلب سويا هذه الصفحات لنجد كل ما هو بعيد عن السياسة، ونقلب الصفحات سويا. رياضة، بايرن ميونخ بطلا للبوندسليغا. وأيضا في الرياضة، المريخ يتوجه إلى شندي لمواجهة الأرسنال غدا بالممتاز.
ونختم بالانتباه ضبط خريجي حاسوب وإنتاج حيواني يعملون في قسم الأشعة بمستشفى دنقلة. وفي ذات الصحيفة الانتباه في ذهاب دور الترضية لبطولة الكونفدرالية، الهلال يستضيف أكوا يونايتد النيجيري في لقاء مسح أحزان الأبطال، والمريخ يغادر إلى مدينة شندي لمواجهة الأهلي في الممتاز، وأخيرا الهلال يرتدي الأزرق والأبيض أمام أكوا النيجيري. هذه جملة الأخبار التي استطعنا أن نلتقطها لكم هذا اليوم، وهذه أخبار اجتماعية أو ثقافية مختلفة بعيدا عن السياسة. سعادة العقيد، يعني تحدثنا عن أخبار مختلفة وجرائم يعني ذهبت في ذات العنوان، المخدرات أداة لقتل الآخر. تعليق أخير ونلملم أطراف هذا الحوار الصباحي. والحين في خبر عن ضبطية 23 في قندول. نعم. وأنا أحيي مرة أخرى قيادة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السيد اللي محمد الله أحمد النعيم، وقيادات أركان حرب وسلمه، وجميع العاملين في هذا المجال. نعم. قائمين بهذا الأمر على أحسن ما يكون، منتشرين في جميع بقاع الأرض، يسدون المنافذ، الصغرات، المواني، المطارات، ينتشرون في الخلاء، في المعابر، يضحون بحياتهم كواجب أصلا أصيل ما فيه. فلهم التحية من هنا إلى جميع العاملين في هذا المجال، إلى جميع العاملين في الشرطة، إلى جميع الوطن النظامية. نعم. في حتة كبيرة ذكرها أخينا، كان في واحد من المتصلين اللي هو القانون، قال القانون قال ما رادع، القانون رادع جدا، القانون المادة 15 ألف بتحكم على تاجر المخدرات بالسجن المؤبد اللي هو 20 سنة من حياته داخل السجن. وفي حالة أنه عاد لظرف من الظروف، هو طلع من السجن قضى المدة، طلع إذا عاد للإتجار مرة أخرى يحكم عليه بالإعدام. نعم. إذا القانون رادع، القانون رادع. نعم. إذا في شخص قدم مخدرات، بتقدم قدم حبة بتاعت المخدرات للشخص اللي تعاطى المخدرات دي، أو تعاطى داو سيارة بتاعت بنجو، يحكم بالسجن 10 سنوات. متعاطي المخدرات يحكم عليه بالسجن تصل إلى 5 سنوات. القانون أصلا رادع ما في كلام، لكن حب الناس المال والمال والمال الحرام والسراء الحرام والسراء الفاحش والسريع بيدفعهم إلى هذه المسألة، وهذه مسألة عالمية. يعني من غير ما عندنا برانا، هي مقياس عالمي، لأنه تجارة المخدرات لن تتوقف. نحن نكون نحلم بمدينة فاضلة إذا افترضنا أنه تجارة المخدرات ممكن تتوقف وتروج المخدرات. نعم. لكن تكافح عبر سياسة خفض الطلب وسياسة خفض العرض. نعم. التحية لك ولكل شركائك في العمل في الإدارات المختلفة، سعادة العقيد شرطة نجم الدين عبد الرحيم خلف الله، مدير الدائرة الفنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على هذه المحاور الصباحية وهذا الحوار. نتمنى أن نكون فتحنا الأذهان والأرواح، وفتحنا الأعين يعني حتى نراقب الأطفال ونراقب المراهقين. ومسألة المخدرات زي ما ذكرت تبدأ من البيت، الرسالة الأخيرة والأولى هي البيت ثم البيت، وبالتأكيد الأم والأب هم أساس النجاح. نتقيد بقيمة الأخلاق، والقروش بتجي والحاجات بتجي، لكن أهم حاجة إنه مصدر المال يكون مصدر معروف للأسرة. تحية ليكم ولهذا الوفاء لمتابعة هذه الموجة لهذا اليوم الأحد، موجة أم درمان إطلالة على الناس والحياة. لكم تحياتي وتحايا الزملاء الفنيين اللي شاركونا في إخراج هذه الحلقة بهذا الشكل. نتمنى أن نلتقي في مساحات أخرى عبر موجة أم درمان، فقط كونوا أوفياء لهذه المحطة. قناة أم درمان، قناة الحرية والجمال. إلى اللقاء.